يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: فمن هدي في هذه الدنيا إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الواصل بين جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم العبد في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط أي في الدنيا يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يجري كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في نار جهنم. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا أي في الدنيا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فأحسن استقامتك في هذا الدار ليحسن مشيك على الصراط المنصوب على متن جهنم في الدار الآخرة. نجانا الله وإياكم من هول ذلك الموقف.